أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونحن في هذه الفقرة نتحدث فيها عن ماهية المحاكمة العادلة ومعايير المحاكمة العادلة ومتطلبات المحاكمة العادلة. يسرني جدا أن يكون ضيفي في هذه الفقرة الأستاذ الوسيلة هجو، المحامي والمستشار القانوني. مرحبا بك أستاذ الوسيلة ضيفا علينا اليوم. مرحبا بك بنتنا إكرام، ومساء الخير على المشاهدين الشروق، وإن شاء الله نفيدكم بمعلومة إن شاء الله ونفيدكم به بإذن الله. أستاذ الوسيلة، يعني دعنا أولا نتعرف ما هي المحاكمة العادلة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب صلى الله عليه وسلم. المحاكمة العادلة هي جوهر العدالة. المحاكمة العادلة يعني هي منصوص عليها في كل الدساتير. أنا سبق وتكلمت هنا في منصة الشروق عن الدستور وعن حقوق الإنسان وعن وثيقة الحقوق في الدساتير. فالمحاكمة العادلة يعني هي أن ينال المتهم محاكمة عادلة، المتهم اللي هو من يرتكب جرم، يعني ينال محاكمة عادلة بمعايير وبشروط وبقانون وبكل آليات وأدوات بيتخذها القانون. وأولا يعني المحاكمة العادلة منصوص عليها في كل الدساتير، دساتير كل الدول، يمكن كاد كل علماء القانون الدستوري يعرفوا أن المحاكمة العادلة يفترض أن ينص عليها في الدساتير. منصوص عليها في دساتير السودان على بكافة، وخاصة دستور 2005 في الوثيقة، في وثيقة الحقوق المادة من 27 إلى 34. المحاكمة العادلة القانون السوداني متضمنة في قانون الإجراءات الجنائية اللي هو القانون المتعلق بإجراءات المحاكمة وإجراءات التحري وإجراءات الضبط وإجراءات المحاكمة وإجراءات ما بعد المحاكمة العقوبة. قانون الإجراءات الجنائية السوداني عام 1991 فيه مبادئ، فيه يمكن في المادة 4 حدد 10 مبادئ. المبادئ تتوافق مع المعايير الدولية، تتوافق مع هي معنية بالمحاكمة العادلة. فعلى سبيل المثال يعني أول مادة، كل المجتمع مسؤول عن منع الجريمة. إحنا ذاته قبل ما نعمل محاكمة عادلة للمتهم أو الشخص الذي يرتكب جرم في حق المجتمع وعشان ينال جزاء، قبل الكلام ده كله لابد في مبدأ هناك أن منع الجريمة. يعني على المجتمع، على أي شخص، أن يمنع الجريمة على الكافة. يعني ما بنقول إحنا فلان يعني ده مسؤول وده ما مسؤول، لكن المسؤولية منع الجريمة على الكافة دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. يعني ده مبدأ عالمي تتفق عليه كل الشرائع. نعم، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. لا جريمة، الجرائم محددة في قانون العقوبات السوداني برضو سنة 91 84 91. العقوبات ذاتها منصوص عليها في القانون. المبدأ الثالث إنه لا يمكن أن تجبر المتهم يقدم دليل على نفسه. يعني من ضمن الثمانية أو العشر مبادئ دي، ممكن تجبر المتهم على أن يقدم دليل على نفسه إلا ولا توجه لليمين حتى، إلا في قضايا يعني قضايا غير الحدود أو قضايا الحق الخاص، يعني زول نكر بينات. المبدأ المحاكمة العادلة يعني يمكن أول من نص عليه يمكن شرعنا أو كده في رسالة سيدنا عمر لأبي موسى الأشعري، في إنه وجه القاضي إنه ما يحاكمه غضبان، ما يحاكمه زعلان، ما يحاكمه يعني في ظروف طبيعية. المحاكمة العادلة زي ما قلت لك منصوص عليها دستوريا، ومنصوص عليها قانونيا، ومنصوص عليها حتى
المحاكمة العادية يفترض أن تكون في محاكم أو أي يعني لجنة قضائية أو شبه قضائية، يفترض أن يعني الشخص اللي بيمثل أمامه ده يعني يخضع للمعايير زي ما قلت لك، المعايير الدولية والمبادئ العامة اللي قلتها لك دي، لا يضار شخص في نفسه أو ماله أو كده، لا يضار شاهد، حتى الشهود يعني ضمانت إنك تجيب شهود لشخص المحاكم ده ما يخضعوا، نعم. ما يخضعوا لضغوط نفسية أو إكراه أو إكراه. نعم. كده. فالمحاكمة العادلة يعني زي ما قلت لك هي جوهر العدالة، ونحن بفضل الله يعني النصوص القانونية السودانية نصت. طيب بالنسبة للوسائل القانونية لأن ننال محاكمة قانونية عادلة، ما هي الوسائل؟ طبعا وسائل المحاكمات اللي هي المحكمة، الإنسان لما يعني أنا زي ما قلت لك في الدستور قبل كده اتكلمت عن السلطة القضائية، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية. السلطة القضائية دي دستوريا يفترض إنه هنالك يكون هناك محاكم مستقلة، محاكم مستقلة وفقا للدستور، دستور الدولة، وأن يكون تكون هذه المحاكم وفقا لقانون، يعني هسه عندنا قانون السلطة القضائية 86 بنظم عمل المحاكم، بيحدد درجات المحاكم، بيحدد حقوق المتهم في هذه الدرجات، يعني المتهم يحكم في المحكمة درجة أولى، يحق له الاستئناف في المحكمة الثانية، يحق له الاستئناف لدى المحكمة العليا، يحق له المراجعة في المحكمة الأعلى، يحق له حتى يناهض المسألة حتى في الدستورية. لو انتهكت حقوق المتهم دستوريا يلجأ المحكمة الدستورية باعتبارها يعني هي المنصة التي تحفظ الحقوق الدستورية لدى المواطن السوداني. نعم. أو غيره. أستاذ الوسيلة، يمكن هذا يقودنا أيضا لسؤال مهم وهو أثر وجود المحامي في المحاكمة. المحاكمات دي هي إحنا بنقول دائما نتكلم عن مثلث العدالة، اللي هي المحاكم، النيابة التي النيابة بتمثل من المبادئ المنصوص عليها في قانون، النيابة بتمثل المجتمع، يعني ينال المجتمع حقه من الذي ارتكب جرما في حق المجتمع، يمثلون الحق العام، يمثلوا الحق العام. وفي نفس الوقت إذا كان هنالك مجني عليه ما عنده ولي، فالنيابة ولي من لا ولي له، مسؤولة عن توفير، مسؤولة عن حقوق وعن حفظ حقوق الزول ما عنده ولي ده. نمرة ثلاثة، الضلع الثالث المحاماة. المحاماة منصوص عليها دستوريا، أي شخص أو أي متهم في كثير من القضايا وخاصة أي قضايا منصوص على عقوبته بالإعدام يفترض أن يكون هنالك محامي. دور المحامي هو توصيل المحكمة وتوصيل الحقيقة إلى المجتمع وتوصيل المحكمة إلى القرار الصائب. يعني إحنا ما بنقول المحامين دي بيجوا يدافعوا عن المتهمين بس كده من باب الدفاع، لا، نحن دورنا كمحامين أن تنال العدالة حقها في أن ينال المتهم أو أن تنال العدالة ذاتها في المحاكمة أن تكون عادلة، يفترض أن يكون هنالك محاميا يقف بجانب المتهم ويوصل المحكمة ويوصل النيابة كلهم مع بعض يتكاملوا عشان يصلوا لحقيقة إدانة أو براءة هذا المتهم الماثل أمامه. نعم. وأنا دائما بقول لهم يعني بشكر دائما أخونا معتز أستاذ معتز المدني دائما بيتكلم عن وجود المحامي. فيما الإنجليز خلقوا هذه المبادئ فيما يتعلق بحق المتهم، وطبعا قبلهم برضو الإسلام، حق المتهم في أن يكون له محامي خاصة في قضايا القتل أو الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالإعدام، جرائم موجهة ضد الدولة، جرائم الخاصة، جرائم الاغتصاب، الجرائم الناصة على القانون السوداني في يتعلق به. فبيقول دائما معتز دائما بيحتس بأنه الإنجليز جلبوا، يعني جابوا لنا من إنجلترا في محاكمة سوار كينيا أيام الاستعمار
السوار الكينيين قتلوا الجيش الانجليزي وقتلوا الانجليز، فعشان ينالوا محاكمه عادله جابوا لهم محامين من لندن. ده ترسيخ لمبدا وجود المحامي لنيل المتهم المحاكمه العادله. المبدا ده يعتبر اقدس مبدا. خلاص المتهم ارتكب جرما، هل ارتكب هذا الجرم؟ احنا عشان نوصل او ندي المجتمع حقه الصحيح والسليم والكبير، هل ارتكب المتهم هذا الجرم وهو كامل في وعيه؟ هناك مادة قانونية تقول المتهم هل كان تحت تأثير؟ هل كان حاصل له مشكلة؟ هل كان يعني حاصل له ضغط؟ يعني كل احنا بنحاول نكشف عن كل ما ينال هذا المتهم حتى تصل المحكمة إلى قرار الصائب والقرار العادل. نعم. فمبدأ وجود المحامي في قضايا الكبرى مسؤولية الدولة، حتى المتهم ده لو كان فقيرا. نعم. الدولة مسؤولة منه. الدولة مسؤولة. نعم. في قسم في النائب العام، بعض الدول دائما بيكون تبع القضائية، لكن هنا في السودان في قسم في وزارة العدل والنائب العام، وزارة العدل يسمى الليجل ايد اللي هو المعونه القضائيه. المحكمه بتخاطب الاداره دي بتقول لها فلان ده المتهم ده متهم تحت الماده 130 قتل عمد او قتل عموما ودايرين له محامي. نعم استاذ الوسيله، نعم عفوا للمقاطعه، يعني جميعا يتابع اثر الراي العام في قضايا مختلفه في تشكيل هذه القضايا او الرؤيه العامه، يعني هل هنالك تاثير للراي العام في الحكم او متابعه ما يحدث في الشان العام بالنسبه للقضايا المختلفه؟ طيب دائما المحاكمه العادله زي ما قلت لك يفترض انه تكون في محكمه مستقله، محكمه ما حولها اي اثار بتاعت راي عام او اثار نفسيه يعني القاضي نفسه يعني او مخوفين او واعدين او كده، فالاثر اثر الراي العام من الاثار السالبه جدا في 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 نيل في نيل المتهم محاكمه عادله. وانا بفتكر قبل كده يتكلموا برضو يعني في كتب كتبت كثير جدا عن الاثر النفسي عن الاثر النفسي للقاضي وعن اثر الراي العام في قرار القاضي. نحن في النهايه بشر، في النهاية بشر يعني بنخضع للضغوط وبنخضع لإكراه وكده، فالرأي العام يعني في هذا الزمن بالذات يعني بفتكر إنه قضايا الميديا يعني الميديا تدخلت بشكل سافر جدا في مسائل العدالة، يعني يتحدثون عن ذاك الشاهد الذي غير مجرى المحكمة وعن ذاك القاضي الذي زجر المتهم وعن المسائل دي بالمناسبة كلها آثار سالبة. نعم. على قيمة العدالة نفسها وجوهر العدالة. نعم. طيب أستاذ الوسيلة، يعني نتحدث في جانب السوابق القضائية. نعم. يعني هل السوابق القضائية تعتبر أن يمكن أن يكون لها دور في تشكيل الأحكام القانونية؟ السوابق القضائية هي بترسخ المبادئ الأساسية في المحاكمة العادلة أو في غير المحاكمة العادلة أو في تطبيق القانون نفسه، أو هي الريفرنس الأول العملي. يعني دائما إذا القاضي دائما بيقول لك مثلا في السابق القضائي، يعني دائما في الحيثيات، مثلا احنا دائما في حيثيات الأحكام مرات بنضيف حاجة مذكرة مثلا حول العقوبة، فبنستند لسوابق قضائيه في انه مثلا المحكمه العليا قالت لابد ان يذكر القاضي لماذا شدد العقوبه او لماذا خفف العقوبه في جرائم محدده. فالسوابق القضائيه السودانيه مستنده على ارث قضائي ضخم جدا. أنا فخور جدا بالقضاء السوداني وفخور جدا إنه أنا أنتمي إلى هذه المهنة، المحاماة جزء من المثلث القضايا أو المثلث العدلي. التاريخ القضاء السوداني راسخ ومن منبعه اللي هو
مصادره طبعا الشريعة الإسلامية وأحكام القانون العام والعدالة والضمير، ضمير العدالة نفسه، القاضي بيمثل العدالة، العدالة ما نصوص قانونية، العدالة روح. نعم. المحاكمة العادلة نفسها لما أنت تحرك فيها روح الـ 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 روح العدالة بتكون أنت قدمت للإنسان يعني أو للمجتمع فائدة كبرى. أكيد. نعم. أشكرك أستاذ الوسيلة أهجو المحامي والمستشار القانوني، كنت معي في هذه الفقرة التي تحدثنا فيها عن المحاكمة العادلة ومعاييرها ومتطلباتها، وأيضا تحدثنا عن السوابق القضائية وأثار الرأي العام على تشكيل الأحكام في القضايا المختلفة. شكرا جزيلا لك على هذه الإضافات السارة أستاذ الوسيلة هجو. شكرا. شكرا. من تنكرام، وإن شاء الله نكون أديناكم. الله يبارك فيك. حياك.